أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة لأهم الأنباء، والبداية مع أبرز العناوين. رئاسة إقليم كردستان تصدر بيانا تؤكد فيه على ضرورة عدم الخلط بين الدور وكفاح أمريكا وقرار سياسي غير مرغوب. وزارة الاتصالات العراقية تنفي نبأ قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين. وهولندا يقول لقد انتصر في سوريا كل من لم نرغب في انتصارهم. ورؤساء أركان دول عربية وأجنبية يبحثون التهديدات الإقليمية. أهلا بكم. أصدرت رئاسة إقليم كردستان ليلة أمس بيانا بشأن الدعم الأمريكي لإقليم كردستان، قالت فيه ينبغي عدم الخلط بين الدور وكفاح التحالف وخاصة الجيش الأمريكي وبين قرار سياسي غير مرغوب، حيث كان لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دورا رئيسي في حماية ومساعدة مواطني إقليم كردستان، بدءا بفرض منطقة حظر الطيران في عام 91 و900 وألف إسقاط النظام البعثي في 2003 وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في السنوات الأخيرة. وقدمت في هذا السبيل التضحيات ودافعت عن إقليم كردستان إلى جانب قوات البيشمركة، ولا ينبغي نسيان دور وكفاح التحالف وخاصة الجيش الأمريكي. قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزاي إن شركة روسنفت الروسية العملاقة أوقفت عملها بشكل مؤقت في حقل نفطي بإقليم كردستان بسبب العمليات العسكرية التركية في كردستان سوريا، مؤكدا أن أكثر من 5000 لاجئ من كردستان سوريا وصلوا إلى إقليم كردستان جراء تلك العمليات. وبخصوص العلاقات بين أربيل وبغداد، أعرب دزاي أن إقليم كردستان مستعد دائما للحوار مع بغداد للوصول إلى حلول للقضايا العالقة، مؤكدا أن الطرفين يقتربان من الوصول إلى اتفاق يقضي بحل المشاكل بينهما. أعلنت قائمة التحالف الكردستاني خلال اجتماع لها في السليمانية أنها ستخوض انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 6 محافظات ومن بينها بغداد ومناطق كردستانية خارجة عن إدارة الإقليم، مؤكدة أنها بصدد تسجيل تحالفها لدى مفوضية الانتخابات خلال الأسبوع الحالي. شيار محمد معه المزيد. أنهت الأحزاب والقوى السياسية المنضوية في قائمة التحالف الكردستاني أنهت اجتماعا لها في مدينة السليمانية بالتأكيد على الانتهاء من جميع التحضيرات للمشاركة في انتخاب مجالس المحافظات العراقية المقررة مطلع نيسان العام المقبل. اليوم اجتمعنا كقائمة التحالف الكردستاني في المكتب السياسي للاتحاد الوطني في السليمانية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على باقي الملفات العالقة والتفاصيل والتحضيرات الأساسية بخصوص المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، ونحن بانتظار الخطوات المقبلة التي ستتمخض عنها اجتماعات أخرى. ووفقا لاتفاق الأحزاب ضمن القائمة، فإن مرشحون من 30 حزبا كردستانيا ومن مكونات أخرى سيتم توزيعهم بشكل يراعي حجم وتأثير كل حزب داخل محافظته، مع اعتبار أن القائمة ستخوض انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 6 محافظات ومن ضمنها المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم. قائمة التحالف الكردستاني ستخوض انتخابات مجالس المحافظات في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وواسط والعاصمة بغداد، وقد تعهدت جميع الأطراف المنضوية تحت مظلة القائمة بالالتزام بالتحالف، كما أن توزيع مرشحي الأحزاب والجهات السياسية المتحالفة داخل القائمة لم يشهد أي عرقلة، وقد توصلنا إلى اتفاق يراعي حجم وتأثير كل حزب داخل محافظته. الاجتماع أشار أيضا إلى أن القائمة ستسجل تحالفها لدى المفوضية المستقلة للانتخابات خلال الأسبوع الحالي. نبارك لشعب كردستان هذه الخطوة، ونؤكد أن عدد الأحزاب المنضوية في قائمة التحالف الكردستاني وصلت إلى 30 حزبا كردستانيا ومن مكونات أخرى،
كالعرب والتركمان والشبك واليزيديين. وسنعمل على تسجيل قائمة التحالف هذا الأسبوع لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ويأتي هذا الاجتماع للمرة الثانية في السليمانية، حيث عقدت قائمة التحالف الكردستاني اجتماعا لها سابقا في المدينة بداية الشهر الحالي، انتخبت فيه عبد الرحمن مصطفى رئيسا للقائمة. لقناة زاغروس تي في شيار محمد، السليمانية. مشاهدينا، ونبقى في إقليم كردستان، ولكن انتقل بكم إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، وتنضم معنا مراسلتنا سليل عصام. سليل، صباح الخير عليك، ما الجديد اليوم في أربيل؟ تفضلي. صباح الخير دوشين. نعم، من برلمان إقليم كردستان، حيث اليوم يقام الاجتماع الخاص باللجنة المالية، وذلك لبحث مشروع موازنة العام 2020. طبعا برلمان إقليم كردستان يهدف من خلال هذا الاجتماع، وكذلك عدة اجتماعات تقام في البرلمان، وذلك لحث حكومة إقليم كردستان لتقديم أو يعني تنفيذ جميع التزاماتها بما يخص الموازنة الاتحادية. يعني أحد بنود الموازنة الاتحادية للعام 2019 تنص على تقديم قرابة 250 ألف برميل نفط إلى المركز، يعني عبر شركة سومو العراقية. هنالك عدة مباحثات أجريت بين الطرفين، مفاوضات عدة أجريت أيضا، يعني وفود قدمت من بغداد إلى أربيل، وكذلك أرسلت وفود من عاصمة إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد، وذلك لإجراء هذه المفاوضات وهذه التباحثات بالدرجة الأولى حول الموازنة الاتحادية للعام 2020، وأيضا بالنسبة للنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها، وأيضا بالإضافة إلى عدة نقاط يعني تعد هي نقاط لحل النزاعات والخلافات بين الطرفين. دلشين، اليوم يقام هذا يعني هذا الاجتماع، حيث سيكون هنالك لأول مرة استعدادات من قبل إقليم كردستان ومن قبل حكومة إقليم كردستان وأيضا برلمان إقليم كردستان لإرسال الموازنة التخمينية للعام 2020 إلى العاصمة بغداد. سوف تكون هنالك عدة استعدادات بهذا الخصوص، وسوف ترسل هذه الموازنة التخمينية إلى بغداد بهدف الاتفاق على حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام 2020. دلشين، أيضا بالتأكيد سوف نكون يعني سوف ننقل لكم جميع المجريات هذا الاجتماع في النشرات القادمة. سالي العصام، كنت معنا مباشرة من أربيل وأمام مبنى برلمان كردستان، شكرا لك. مشاهدينا، والآن ننتقل بكم إلى السليمانية، ومعنا مراسلنا شيار محمد. شيار، صباح الخير عليك، ما الجديد اليوم في السليمانية؟ تفضل. نعم، صباح الخير عليك سليل وعلى جميع مشاهدي ومتابعي زاغروس العربية. طبعا اليوم أنا في محافظة السليمانية، في مجلس محافظة السليمانية، وبالتحديد في قاعة الندوات والحوارات. هذه القاعة شهدت أيضا يعني ندوة حوارية حول البيئة وضرورة المحافظة على البيئة، خاصة بما يتعلق بها بالمناخ، يعني كيفية المحافظة على المناخ. وكما تعرفين يعني السليمانية وما باقي محافظات إقليم كردستان تشتهر بطبيعتها الخلابة وطبيعتها يعني الأماكن الطبيعية المتوافرة الأشبه بمحمية طبيعية، لذلك كان من الضرورة إجراء هكذا ندوات وحوارات. نتحدث قليلا عن هذه الندوة. هذه الندوة هي ندوة مشتركة بين مجلس محافظة السليمانية وأيضا جامعة السليمانية. ينضم إلي السيد ريبوار عمر، وهو أستاذ جامعي. سيد ريبوار، سيد ريبوار، مرحبا، مرحبا بك معنا في هذه المداخلة. بالنسبة لهذه الندوة، ما الهدف منها وما هي المحاور الأساسية التي أردتم أن تركزوا عليها داخل هذه؟ والله بصراحة أول وآخر تطبيق اتفاقية الباريس. إحنا موقعين اتفاقية الباريس كعراق، كدولة العراق، وكردستان جزء من العراق، هم موقعين لها الاتفاقية. وهذه الاتفاقية يقول تقليص ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون إحنا نقدر نتقللها بس باستخدام الطاقات المتجددة، والحمد لله محافظ وأنجوم المحافظة موافقين على هذا القرار. أي مشاريع جديدة بالمنطقة السليمانية زي ما يوافقون عليها إذا ما موقعين 20% لو 50% من طاقتهم
يستخدمون طاقات متجددة. هذا فكرة كلش مهمة، وإن شاء الله راح نستخدمها يعني راح بالمحافظات الأخرى، لازم يطبقون نفس القانون. شكرا لك أستاذ جامعي مختص في البيئة، شكرا لك بهذه الانضمامة، شكرا لك. طبعا دلشين كما شاهدت يعني الاتفاقية تشمل يعني اتفاقية باريس عام 2015-15، هذه الاتفاقية التي ركزت على موضوع البيئة وأيضا موضوع ضرورة المحافظة على المناخ في العالم، وقعت عليها نحو 176 دولة عام 2015، العراق جزء منها. أيضا كما قلت يعني من الضروري جدا أي مشاريع مستقبلية، يعني هذه الندوة تركز على هذا الأمر، أنه أي مشاريع مستقبلية من الضروري أن تكون هناك خطط استراتيجية مستقبلية خاصة بالبيئة ضمن المخططات الأساسية للمشروع، وهذا لقي ترحيب من مجلس المحافظة السليمانية أيضا بالنسبة لموضوع ضرورة المحافظة على البيئة. أيضا هناك نشاط آخر، يعني يقوم اتحاد الاتحاد الاجتماعي للسلام، يقوم اليوم بزيارة أحد المخيمات المنتشرة في محافظة سليمانية ومخيم السلام في ناحية عربد، من أجل هناك نشاط حول وندوة حوارية حول أيضا التعايش السلمي سيكون بحضور النازحين. طبعا دلشين بالمجمل يعني وبالمختصر هذه أهم النشاطات التي تحدث اليوم في حدود محافظة سليمانية. نعم شيار، كنت معنا مباشرة من السليمانية، شكرا لك. وإلى دهوك ومعنا غسان خضر. غسان صباح الخير عليك، وما هي أوضاع اللاجئين السوريين الذين أتوا إلى أقليم كردستان وبالأخص دهوك عقب العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سوريا، وما هي الحصيلة النهائية لأعدادهم؟ تفضل غسان. نعم صباح الخير دلشين، وصل عدد اللاجئين السوريين القادمين من روجافا إلى الآن 930 عائلة، أي 4000 شخص دخلوا إلى دهوك، والآن تم نقلهم إلى مخيم بردرش 100 كيلومتر شرق دهوك. محافظة دهوك منذ بداية الهجوم التركي على شمال سوريا قالت أنه سيدخل مدينة دهوك 5000 عائلة، سوف تدخل إلى مخيمات اللاجئين في دهوك، ولكن في الأيام الأولى فقط دخل 200 شخص تقريبا 50 عائلة، ولكن عند ذلك الحد قيل بأنه لن يدخل أي لاجئين آخرين لأنه إلى حد ما حصلت هدنة وحصل توقف لإطلاق النار حسب ما أعلن، وبالتالي قيل لن يدخل لاجئين آخرين، لكن يبدو أن التطورات الأخيرة أو الهدنة لم تعطي التطمينات الكافية للسكان هناك، وبالتالي لا زالت عمليات اللجوء مستمرة. أخيرا مؤخرا قبل ساعات وزيرة الدفاع الألمانية قالت أنه يجب إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، وهذا يعطي دلالة واضحة أنه الأمور ليست مستقرة كما أعلن مؤخرا، وأنه لا زال هناك عمليات لإطلاق النار هنا وهناك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا قال بأن الهدنة مستمرة، ولكنه أشار إلى بعض الخروقات، أي أن هناك خروقات، وهذا هو بالتالي ما دفع السكان إلى عدم أخذ التطمينات الكافية واللجوء مرة أخرى، وزيادة الرقم من 200 شخص إلى 3000، وهذا رقم كبير في الحقيقة. صحيفة التايمز البريطانية أيضا تنشر تقريرا أنه لا زالت هناك خروقات وهناك انتهاكات وهناك أيضا قضايا أخرى ربما تسجل، أنه لا زال هناك عدم استقرار في المنطقة، وبالتالي هذا يفسر بشكل أو بآخر بأنه لماذا ارتفع هذا الرقم من 200 شخص فقط إلى 4000 في 3 أو 4 أيام، أي أننا نشهد تطورات متلاحقة في روجافا، لكن يبقى الحد الفاصل نهاية الهدنة هي ما ستعلنه ماذا سوف يحصل بعد الهدنة، بعد ذلك ربما سوف نعرف ما هي الأسباب التي دفعت. نعم غسان خضر كنت معنا مباشرة من دهوك، شكرا لك. وإلى الشأن العراقي، وقبل البدء بالأخبار معنا مباشرة من بغداد العاصمة مراسلنا أحمد فيلي. أحمد صباح الخير عليك، ما الجديد اليوم في العاصمة بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب؟ نعم شكرا جزيلا زميلتي دلشين وصباح الخير. اليوم في العاصمة بغداد سوف يعقد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي في مقر الائتلاف مؤتمرا صحفيا للحديث عن الأزمة الحالية وما رافق التظاهرات من أعمال أيضا، مع طرح بعض الحلول
للتهدئة ما بين المتظاهرين والحكومة. يعني هذه المبادرة تأتي بالتزامن أيضا مع التحشيد للخروج يوم الجمعة المقبل في تظاهرات داخل العاصمة بغداد وحتى في المحافظات الأخرى، وإن كان هنالك انقساما في قضية ما بين التنسيقية هذه التظاهرات، قسم منهم يدعو إلى التظاهر يوم 22 من الشهر المقبل مع واعتبار هذه المدة كمهلة للحكومة لتنفيذ وعودها وأيضا للبدء في تنفيذ حزمة الإصلاح التي أطلقها رئيس الوزراء الاتحادي أو رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي. وقسم آخر أيضا يدعو إلى التظاهرات يعني مع دخول بعض الكتل السياسية في هذا الاتجاه من أجل تجهير هذه التظاهرات. أيضا يعني ضمن هذا السياق يعني بالتزامن مع هذا السياق رئيس الحكومة يعتزم إرسال أسماء الدرجات الخاصة والوكلاء إلى البرلمان يوم السبت المقبل على أمل التصويت عليهم وتمريرهم. يعني الأسماء سوف ترسل بعد نهاية المهلة القانونية لأصحاب المناصب الحاليين، وهذا أيضا سيؤدي إلى فراغ قانوني في عمل الحاليين باعتبار أن يوم غد بنهاية يوم غد سوف تنتهي المهلة القانونية وبعدها لا يمكنهم مزاولة أعمالهم ولن تحتسب لهم رواتب. أيضا مصادر سياسية داخل البرلمان قالت أن البرلمان لا يسعى إلى تمديد بقاء المناصب الحالية وإنما يعتزم تمرير الأسماء الجدد، لكنه أيضا يحتاج إلى 48 ساعة من أجل تدقيق هذه الأسماء ومن ثم طرحها في جلسة نيابية والتصويت عليهم. أيضا يعني وزارة الدفاع العراقية أعلنت عودة 11,000 منتسب إلى الوزارة من المفسوخة عقودهم، مع أيضا إصدار أسماء خريجي كليات الهندسة ضمن المنخرطين في صفوف الأجهزة الأمنية تحديدا على وزارة الدفاع ضمن التعيينات الجديدة. نعم نعم أحمد فيلي كنت معنا مباشرة من العاصمة بغداد، شكرا لك. سلم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك الدائم بسرعة الممكنة. وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الأمر صادر من رئيس مجلس الوزراء والذي جاء إثر لقائه بمجموعة من الخريجين الأربعاء الماضي شمل تعيين 1000 خريج باختصاصات هندسية مختلفة، ومن المقرر أن يتم استيعابهم بالسرعة الممكنة. صادق رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح على مرسوم جمهوري بتعيين محمد جابر محمد العطا محافظا جديدا لبغداد. وجاء في وثيقة صادرة عن رئيس الجمهورية أن القرار ينفذ استنادا إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وبناء على ما عرضه مجلس محافظة بغداد، مؤكدا على أن تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وكان محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري قد أكد في وقت سابق عدم تقديم استقالته إلى مجلس محافظة بغداد، مشيرا إلى أن المجلس بنى قراراته على شيء لم يقدم له. أعلنت وزارة الدفاع العراقية صدور أوامر إعادة نحو 11,000 منتسب إلى الخدمة. ذكر ذلك بيان مقتضب للوزارة أكدت فيه استمرارها بإصدار الأوامر الإدارية والخاصة بعودة هؤلاء المنتسبين تباعا. ومن جهة أخرى أكد رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مطالب المتظاهرين وزير الدفاع نجاح الشنبري أن اللجنة ستستمر في عملها لتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين وليس في أوقات خروج التظاهرات فقط.
أعلنت وزارة الداخلية حالة الإنذار القصوى اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة الداخلية فأن الوزير ياسين الياسري وجه جميع دوائر وتشكيلات وزارة الداخلية بدخول حالة الإنذار القصوى، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل وإلى إشعار آخر. ويأتي التوجيه قبيل يوم من تظاهرات شعبية مزمع تنظيمها الجمعة المقبلة. هذا ونفت وزارة النقل والاتصالات العراقية ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نيتها في قطع خدمة الإنترنت في عموم المحافظات العراقية يومي الجمعة والسبت المقبلين. وقالت مديرة العلاقات والإعلام بالوزارة عواطف شهاب أن الوثيقة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا مفاده أن وزارة الاتصالات بنيتها قطع الانترنت يومي الجمعة والسبت بسبب التظاهرات المزمع خروجها في بغداد وباقي المحافظات العراقية. وصلت لجنة متابعة مطالب المتظاهرين برئاسة وزير الدفاع نجاح الشمري إلى محافظة كربلاء، وعقد اجتماعا مع محافظي كربلاء ومدراء وممثلي الدوائر والمديريات في المحافظة. المطالب اللي طلبوها من عندنا حقيقة ليست تعجيزية، وإنما كلها مطالب مشروعة وقسم من عندها بسبب الروتين بين دوائر الدولة وبين التعامل في دوائر الدولة وبين الكتاب اللي يذهب إلى الكتاب اللي جابه، فهذا قسم من عنده يعني جعل تلكؤ في هذه المشاريع أو في هذه الطلبات. حقيقة هاي ممكن تجاوزها، أكو طلبات آنية يجب أن تكون قسم منها ضمن صلاحياتنا وصلاحيات الإخوان اللي موجودين ويانا بالمشرفين على 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 موضوع كربلاء. احنا انطينا وعود باللي نقدر عليه، باللي نقدر ننفذه حقيقه، يعني اللي نفذ انطينا وعود بتنفيذه، الباقي راح نحيله الى مجلس الوزراء، قسم منه صلاحيات مجلس الوزراء، وخاصه تفضل السيد المحافظ بالمشاريع المتلكئه في كربلاء. تباينت ردود الفعل الشعبية تجاه حزمة الإصلاحات الثانية التي أصدرها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مؤخرا، فيما يرى مراقبون ضرورة التعاون بين المواطن والحكومة، وذلك في سبيل حل المشاكل المتراكمة منذ عقود طويلة. أحمد فيلي معه المزيد. حزمة إصلاحات جديدة أطلقها رئيس الحكومة هي الثالثة من نوعها منذ اندلاع التظاهرات مطلع الشهر الجاري. حزمة تركز هذه المرة على دعم الفقراء وامتصاص البطالة من خلال مقررات أبرزها تدريب الكوادر من العاطلين لتهيئتهم وخفض سن التقاعد بالنسبة للموظفين على أمل فسح المجال للخريجين العاطلين في التعيين على ملكات الدولة. ردود فعل الأوساط الشعبية متباينة بشأن هذه الإصلاحات، وإن كان السائد منها يتعلق بأمنيات المواطن في الإيفاء بتطبيقها على أرض الواقع كي لا تذهب هي الأخرى في مهب الريح. البلد يراد له نهضة، بس هاي النهضة كليتها ما جاي يسويها، وبعد يراد لنا بعد إصلاحات، ولازم بهالأيام لازم يسوي الإصلاحات. خلي الشعب تعبان، عمل ماكو، ونقول الله كريم، الله يسهل العالم كليتها. الإصلاحات الآن ما تقضي على التسول، الإصلاحات هاي الترقيع، هذا تلاحظ ذني والله تعالوا 180 ألف دينار خذها منحة روح لهذا، شنو 180 ألف دينار؟ أنا ثلاثة أيام بيتي كيف أريد لا أكثر من هذا. رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي المحترم، نرجو إصلاحات حقيقية، مو بس كلام ووعود للشعب العراقي، لأن الشعب العراقي تعب 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 يا دكتور عادل عبد المهدي من الوعود. وعلى الصعيد ذاته فإن قراءات المراقبين تستبعد إمكانية إيجاد الحلول الآنية لكل مشاكل العراقيين المتراكمة منذ عقود طويلة وليست وليدة اللحظة،
مع التركيز على التعاون بين المواطن والمسؤول لتصحيح مسارات العملية السياسية بما يخدم مصلحة الجميع. عندما نتحدث اليوم عن حزم الإصلاحات التي قدمتها الحكومة، الرئاسات والسلطات الثلاث، بطبيعة الحال هي لا تفي بالغرض، لأنه حاجة الشعب العراقي بالمقابل حاجات كبيرة ومتطلبات عديدة. لا نتحدث منذ 2003 ولحد الآن، بل وحتى قبل 2003 العراق عانى ما عانى، عانى الحرمان، كل هذه المكتسبات للمواطن لم تحقق ولم تلبى طيلة تلك المرحلة. اليوم عندما تقدم الحكومة حزمة إصلاحات فيجب إعطاء أهمية وأولوية من الجانب الحكومي وإعطائها التروي والتهدئة من جانب المواطنين كي تتم هذه العملية بنجاح. ولا يبدو أن الحزمة الثالثة ستكون الأخيرة لعبد المهدي ضمن مساعي إصلاح العملية السياسية في سبيل توفير ما يطمح إليه المواطن، خصوصا مع الكم الهائل من المشاكل التي يعانيها الشعب. الخطوات اللاحقة من عملية الإصلاح يجب أن تركز بحسب المراقبين على إنهاء الفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة، كونه السبب الرئيس الذي أدى إلى تراجع الخدمات في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى بصورة أكبر، وهذا ما يمثل التحدي الأبرز الذي يواجه رئيس الوزراء. من العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاغروس تي في. تحولت مدينة الموصل في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه محمية كبيرة للكلاب السائبة والمتوحشة والتي تغذت على جثث الدواعش إبان الحرب، وما جعلها حيوانات خطيرة ومسعورة، والآن بدأت تهاجم المواطنين وتهدد حياتهم. محمد طلال والتفاصيل. تسجل مدينة الموصل كل شهر قرابة 3 إصابات مميتة بعضة الكلاب السائبة، مشكلة تفاقمت في الآونة الأخيرة، وسيء الحظ من يقع بين فكي هذه الحيوانات المسعورة، فحياته ستنتهي لا محال، خصوصا وإن المصل المضاد لعضتها أوشك على النفاد من مستشفيات المدينة. فد أشياء شفنا كلاب واصلة أحجام كبيرة وصايرة أجريسيف، عدائية بشكل غير طبيعي بسبب أكلها للجثث اللي موجودة في المنطقة القديمة، الدواعش وغيرها، فحيوانات أصبحت غير طبيعية. للأسف أقول أنه الآن أكو شحة كبيرة في المصل المضاد لعضة الكلب اللي هو الأنتي ريبز فاكسين. دائرة صحتنا نواعدها عجز كبير في هذا المصل، وهذا ينذر بالخطر أنه يعني احتمال أي إنسان يصاب بهذا، يعض من قبل حيوان مصاب بداء الكلب، يعني اللقاح احتمال صعب أنه يحصل عليه، وبالتالي تكون يعني احتمالية أذى هذا الشخص كبيرة. تحولت الموصل إلى ما يشبه محمية كبيرة للكلاب، تتربص بالمارة أوقات صلاة الفجر، تقطع الطرق على طلبة المدارس، تجلس عند أبواب المنازل داخل الأحياء، تتكاثر وتزداد أعدادها باستمرار وسط مطالبات للأهالي بأن يتم وضع حد لهذا الملف. تجي الصبح تكرم الكليب أكثر من البشر، يعني خاصة العالم تجي تخاف يغورون عليهم، يعني تقل أكون 3-4 بالساحة، الساحة من السيارات لقي أكثر من السيارات، هاي ماكو يعني ماكو اهتمام عليها، يعني لا تطيق العالم، لا تطلع الصلاة، أكو ناس بالميدان يعني يطلعون طلاب يطلعون على مدارسهم ما يطلعون، يخافون إلا أهاليهم يجون وصلوهم لون بالاشتراكاتهم يلا تكون يطلعون. حكومة نينوى المحلية عقدت اجتماعا طارئا لتدارك هذه المشكلة الخطيرة التي بدأت تمس حياة المواطنين وتشكل تهديدا لهم. طرحت العديد من الحلول، لكنها تنتظر تخصيصا ماليا ليتم المباشرة بالمكافحة عن طريق طعوم خاصة لهذا الغرض. تحت تهديد النهش أجلس برفقة هذا الكائن اللطيف الذي أبى إلا أن يظهر على الشاشة بحثا عن الشهرة، ومن منطلق حكم القوي على الضعيف نفذت رغبته دون أي نقاش. من الموصل، محمد طلال، زاغروس تي في. الإدارة المحلية في محافظة واسط أعادت قرارا قديما إلى الواجهة والذي يقضي بمنع موظف الدولة من العمل كسائق إجرة، ذلك كمحاولة لمشاركة قرارات الحكومة المركزية باتخاذ خطوات إصلاحية. نتابع.
بعد تظاهراته الأخيرة وتوجه حكومة بغداد إلى اتخاذ بعض الإصلاحات لامتصاص الغضب الشارع العراقي، أعادت حكومة واسط قرارا سابقا بمنع عمل موظفي الدولة ممارسة عمل كسائقي لسيارات الأجرة، وذلك من أجل فتح المجال للعاطلين عن العمل بممارسة هذه المهنة بشكل أوسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة محافظة واسط توجهها الآن هو بإيجاد فرص عمل بأكثر من مجال، فرص عمل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص. في القطاع الحكومي بأنه الآن نمنع موظفينا أن يكون عندهم ازدواج في العمل، وخاصة الآن تقديرات اللي عندنا أكثر من موظف، أكثر من 2000 موظف يمارسون لديهم عجلات أجرة، وهؤلاء هم يزاحمون الشباب العاطين العمل بأنه يعملون في المحافظة. ذلك منعنا أن الموظف يكون عنده أكثر من عمل يمارس اختصاصه فقط، يفسح المجال لإخوان الآخرين. بين رافض ومؤيد لهذا القرار، سيبقى الأمر التنفيذ متروكة للأيام القادمة ومدى فعالية هذه الخطوة من قبل حكومة وسط، وهل سينجح هذا الأمر أم سيبقى مجرد حبر على ورق كسابقاته من القرارات المشابهة. يا برات بـ500 وهذا متجر بـ500، يعني فشي ضحك، يعني بشرب بـ500 طين الإيجار، إذا ما طين شيء نبو البيت ها، وجهال عندي بالشهر 900 بالشهر 5 جهال، وين وجه يعني المحافظ يصير مدرج قد كم مليون ها، وجزء ما مجا جبيت أمور زينة، مو شبعان ما يدري بالجوعان. لا غلط عم المحافظ، كيف يصدر القرارات؟ شنو شارع الشعب؟ قالوا الشعب وين راح يصدر قرار؟ شو يسوون جسر بكيفهم؟ يسوون شارع بكيفهم؟ يعني لا يشيرونه، لا ياخذ ضريبه ما الشارع، هو شارع ماكو. وحق الله من الصبح لحد الان نشتغل تاكسي لليل، كل شيء ماكو، من ورا الموظف، من ورا الدوار، من ورا كله. ضابط يشتغل تاكسي الله ولا احد، ذو ضابط تشتغل تاكسي، موظف راتبك مليون، مليون ونص تشتغل تاكسي. قرارات اكل الدهر عليها وشرب منذ سنوات، وتأتي اليوم حكومات المحلية لإعادتها إلى الواجهة دون تنفيذ، ويبقى المواطن هو الضحية. من داخل مدينة الكودة ماجد جاف، قناة زاغروس الفضائية. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن القوات الأمريكية التي تنسحب من شمالي شرق سوريا سيتم نقلها إلى العراق، وأكد إسبر أنه وفقا للخطة الحالية سيتم إرسال القوات التي يبلغ عددها نحو 1000 جندي إلى غرب العراق، وذلك للمساعدة في منع عودة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن عملية الانسحاب ستتم بواسطة طائرات وعبر قوافل برية. وفي هذا السياق أكد الجيش العراقي عبر وكالة سكاي نيوز أن كل القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا إلى كردستان حصلت على إذن بالدخول حتى يتسنى نقلها خارج العراق. أعرب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند عن أسفه لما آلت إليه الأمور في سوريا، قائلا إنه انتصر كل من لم نرغب في انتصارهم، وأضاف لقد انتصر نظام بشار الأسد وتركيا التي تريد في الواقع مطاردة الكرد الذين هم حلفاؤنا، وفلاديمير بوتين صانع السلام الذي جاء بجنوده مع الإيرانيين لحماية نظام بشار الأسد وإنقاذه. وقال هولاند أنه في الوقت ذاته فأن التحالف الغربي الذي كان يريد عن حق، وأنا شخصيا كنت أحد القادة الرئيسيين فيه، القضاء على داعش الإرهابي وبدعم من القوات الكردية، ونرى اليوم حليفنا يسحق ويطرد من المناطق التي كان يسيطر عليها. عقد بالرياض اليوم مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، وللتأكيد على الحماية البحرية والجوية ومناقشة الأعمال العدائية الإيرانية والمشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية أمن واستقرار المنطقة.
ورحب رئيس هيئة الأركان العامة في بداية المؤتمر برؤساء أركان القوات المسلحة المشاركين بالمؤتمر، متمنيا أن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة. وإلى العناوين: رئاسة أقليم كردستان تصدر بيانا تؤكد فيه على ضرورة عدم الخلط بين دور وكفاح أمريكا وقرار سياسي غير مرغوب. وزارة الاتصالات العراقية تنفي نبأ قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين. وهولندا يؤكد لقد انتصر في سوريا كل من لم نرغب في انتصارهم. ورؤساء أركان ودول عربية وأجنبية يبحثون التهديدات الإقليمية. تابعونا على زاغروس نيوز دوت نت. إلى اللقاء.